الأسبوع الماضي صار شيء وأنا صراحة ما حبيته أبدا على الهواء، لأنه حسيت وكأنه زيدا نادي أبو شبكة هو عم يعمل الكاريكاتير تبعيته أو الستاند أب كوميدي تبعه على شيف أنطوان. نحن ما منريد هيدا الشيء، لهيك ليلى قررنا نطلق فقرة حق الرد. بحق الرد رح يكون موجود معنا الشيف أنطوان. حلوة. مساء الخير. مساء الفيك. مساء الخير. بخاطرك. طيب نعرف الأسبوع الماضي نادي أبو شبكة طلع وزيد عليك. أنت كيف تلقيت الخبر؟ كنت عم تحضر ولا لا؟ بدي أقول لك بصراحة، هيدا مشروع بني إدم ما اكتمل. هيدا ولد مجبول بالزنيخة مع ملقتين قلة أدب كمخ. بس هو كان عم يعمل ستاند اب كوميدي، كان عم يجرب يعملها بطريقة كاريكاتورية. ضايقك هالموضوع؟ لا والله. بسط في قد الدنيا. إن شاء الله ما يكون ضايقكم. لا ما ضايقنا. شيف أطوان، يعني اليوم نادي أبو شبكة بتحس عم بيقولها لأنه في كره متضايق ولا حابب كان يوصل مساج معين؟ هو صار له سنتين ونص نعم بيحكي عن مرته. نعم. بعد في الدورة الشهرية معرفنا امتين. بس حكيت أنا عن مرتي. نعم. علق علي بدي أقول له لو أنت عندك بيضات بصفرين كنت طلقتها من زمان، بس أنت خيخة. لا سلفيك. ما هو الدوز على نادي. انتو حاطينه عندكم بالبرنامج على اساس هو لا كريم دي لا كريم. هو الدسير تبعكم. وهو نعم على اساس بيجيب نسبه مشاهده، مش هيك حبيب؟ طبعا. انا اذا بعمل مجدره نعم بجيب نسبه مشاهده اكثر منه. يعني هو يمكن بس مرته بتحضره، وهلق صارت مرتي. او اكس مرتي. نعم. طيب شو بدك تقول له الليلة؟ يعني انت اصريت انه ما يكون موجود بالاستوديو ونحن طلبنا من نادي ما يجي. انت شايفه ايش بيقولوا له على السوشيال ميديا؟ لا. بيتبزقوا عليه، واكيد تليفونه ضد المي لانه ما بيحس. وانا بدي اقول لك عبر هالبرنامج انه بس بده يطلع على الهوا حط له عودين قرفه وبرش حامض لانه عم يزنخ. فيك. شيف أنطوان، كلمه اخيره. استاذ بيير، نعم انت على طول بتتفاجئ باللي بيقوله. نعم. نحن منعرف انه انت ببرنامجك صح، انت الشيف أنطوان ونادي هدى. يعني بالعربي اللي مش أبرح، انت بيير رباط وهو درات عبلة. تقلت عليه شوي. تقلت عليه شوي. انا مش بس شاطر بالمجدرة، بالمفتقة كمان. يوني. شيف أنطوان معنا اتصال على الهواء. نادي مساء الخير. لا لا. بونسوار بيير، بونسوار المشاهدين، بونسوار الموجودين معك، بونسوار لشيف أنطوان. بونسوار. فيل بدي تقول حلقة. شيف أنطوان. اسمعوا. أنا عم تلفن اليوم تقول لك إنه بحبك. بحبك حيي. مقبولة منك. نحن اليوم بس نقلدك أو بس نحكي عنك بنكبر فيك لأنه نحن بنحبك وأنت من الكبار. فبدي أقول لك عفى الله عن ما مضى وبعتذر من مقليتك. واعطيني طنجرتك تبوسها. تعال اتصال. تعال اتصال. بعد شهبين. تعال اتصال. ناخذ اتصال تاني على بونسوار. والله ما لها علاقة. ما لها علاقة. بخاطرك. شيف أنطوان، وي لاف يو. ثانك يو سو ماتش. هيدا اللي بنحبه عن جد، بنحبه لشيف أنطوان.